برشا كواليس، برشا كلام، برشا انتباعات، وبرشا خاصة تفاعلات. مشكورين جدا اللي قاعدين تسمعوا فينا، فما أكيد يعني لفان بالبرنامج هذا اللي قاعدين يتابعوا فينا، مشكورين جدا. نشكر زاد المستمع لو فيه البرنامج اللي قاعد يتابع فينا لحظة بلحظة، والفل التونسي هيك. أي ما شاء الله ما شاء الله أخويا، متابعة وفية. متابعة وفية أكيد. متابعة وفية. نشكرها. أيضا الياس الخياري اللي قدم لك ديديكاس وقال لك مرحبا بك في راديو كابا فام. محمود نرجع نحكيه على المركب الخاص بالترجي الرياضي التونسي، والاجتماع الأخير اللي كان بين السيد حمدي المدب وبين السيد وزير الشباب والرياضة فيما يخص الموضوع هذا. إيه، خلينا نفهموا العباد كيفاش جات هي الفكرة. الفكرة موجودة عندها مدة، هي من بكري، من قبل حتى الوزير هذا. الحقيقة عندها مدة، وحتى حبا النادي الفريقي زاد في وقت من الأوقات حبوا أنه يعملوا كومبليكس سبورتيف، وكان الحقيقة نقول لك بكل صراحة، معناتها حاتم العشي اللي كان وزير أملاك الدولة في الوقت هذاك، ولا ماهر بن ذيام، سعاوا أنه الترجي ونادي الفريقي مزوز فرق كبيره في العاصمه يلزمهم يكونوا عندهم مركبات رياضيه معنا. خاصه بهم، خاصه بهم حتى الوقت يشتقوا تحت البلديه، بالعكس هما ويربحوا لانه كان يخرجوا المركبات هذوك لي بارك ا والبارك بي من تونس، فانه الدوله تربح برشا فلوس، لانه القيمه العقاريه نتاع المركبات هذيك قيمه كبيره برشا، معناته تخرج البرة الدوله تربح والفرق تربح. هي الفكره نتاع الترجي كيفاش جات. انا عندي بعض المعطيات مالك، انه الترجي الرياضي التونسي يحب من الجامعه، مش من الجامعه، يحب من وزارة الشباب والرياضة فوق الزوز مليون دينار، زوز مليارات ونص معناتها بفلوس نحن، فما زوز مليارات. هم يحبهم الترجي، يحبهم الترجي من الوزارة، يحبهم. تعرف أنت وقت السفر لإفريقيا أو السفر للعالم، الدولة تتكلف، وزارة الشباب والرياضة تتكلف ب 50% من تكلفة التنقل. تكلفة التنقل. تلموا للترجي ما شاء الله، مشيت برشا للأفريق ومشيت لكأس العالم دارت معناتها فريق كبير، فهمت، وصلت الكانيوتا مزوز مليارات ونص. زوز مليارات الجامعة ما عندها، الوزارة ما عندهاش، الوزارة ما عندهاش. فانه الفكرة متاع السيد حمدي المدب وهي فكرة ممتازة جدا، قالوا يا خويا ما تعطيش فلوس، حاشيش بفلوس، شوف تيران أرض تابعة لوزارة الشباب والرياضة واعطيها لنا، اللي نحن نعملوا فوقها مركب رياضي. الحقيقة كان تفاعل إيجابي من طرف وزير الشباب والرياضة، بيقولوا أنا زوز مليارات ونص ما عنديش نعطيهم لك. شفنا ترجي وشافت مع هيئة سي حمدي المدب، شافت أنه تلقى عنده فما إمكانية أنه ناخذوا معناتها قطعة أرض في جهة المنيلة. جهة المنيلة وافقت وزارة الشباب والرياضة، وإن شاء الله معناتها باش يكون مركب رياضي كبير فيه ملعب يتسع لأكثر من 20,000 معناتها مشجع، فيه مطاعم، فيه قاعة سينما، فيه معناتها مركب كامل، مركب رياضي كامل ومتكامل. بطبيعة الحال هو اللي باش يبدأ، ما نحبش أنا أقول توا، ما هو سي حمدي المد بطبيعة الحال باش يبدأ يكون المبادر في بعث، ومن بعد ينزم أحباء الترجي الكل يتكاتفوا مع بعضهم، معناتها ممكن يفتح حساب لجمع الدعم، تعرف يدخل الأموال، لأنه يعني تعرف أنت ملاحظة، راهو البرنابيو، راهو كي تبناه البرنابيو، كي تبناه بنيوه جماعة مدريد، جماعة مدريد بنيوه حجرة حجرة الدهان، جاب الدون والحداد، جاب الحديد. أكيد الترجي مش فريق، الترجي فريق كبير، مش بيلقى إشكاليات في الأشياء هذه. معناتها كل كراو المبلغ كبير باش يكون بطبيعة الحال مع سي حمدي المد، باش يكونوا الجماهير ورجال الأعمال، ورجال الأعمال بطبيعة الحال، لأنه يعني هو اللي باش مدعمين، مدعمين واحد. والأهم اللي هو معناتها باش تكون أول معناتها مركب رياضي خاص وحديث في تونس، وهذا شيء إيجابي جدا. معناتها أنت اليوم التفاعل بتاع وزارة الشباب والرياضة هو تفاعل إيجابي جدا، الفكرة كانت ممتازة جدا من الفريق الترجي ومن رئاسة الترجي حمدي المدب، اللي حسب رأيي معناتها فكرة باهية، فكرة معقولة وممتازة جدا صراحة. وكان هو معناتها متحمل على عاتقه، يتحمل التكلفة الأولى، خاطر تعرف أنت باش تعمل لي بلون، وباش تعمل الدراسات، وباش تعمل باش تبدا في المشروع، راهو هذاك تكلف برشا مليارات، معناتها مش حكاية فارغة. تعرف الدراسات نجم توصل خمسة ستة مليار دويت، معناتها الدراسات بركة، هذه دراسات أكاهو، هذه على الوراق مازلنا، فهمت، معناتها هذه باش تكلف بها رئيس الترجي، ممكن حتى أكثر تكلف بها رئيس الترجي الرياضي التونسي. ومن بعد بطبيعة الحال الاستثمارات باش يجيو رجال الأعمال، وباش يجيو
مدعمين للفريق وجماهير الفريق اللي باش تكون مدعوة للمساهمة في بناء هالمركب الرياضي الفريد من نوعه والأول من نوعه في تونس بطبيعة الحال للترجي الرياضي التونسي. معناتها انطلقت، نسالك أنت يا جامعة، نسالك فلوس يا وزارة الشباب والرياضة، نسالك فلوس ديما في الجامعة ومخي يلا غالب مع الغد يا وزارة الشباب والرياضة، نسالك فلوس ما عندكش باش تعطيني الفلوس، ما تعطينيش، اعطيني أرض على ملكك اللي تنجم. والأخبار اللي عندك محمود أنه وافقت الوزارة، وافقت الوزارة والحمد لله، معناتها إن شاء الله باش يقع أكيد هذه حاجة تفرحنا كتوانسة الكل، لأنه يعني فريق تونسي مش تكون عنده يعني مركب كامل خاص وحديث خاصة ينطبق للمواصفات العالمية الأوروبية كما الفرق في الأوروب. إن شاء الله نشوفوا كل الفرق في تونس هكا يا رب، معناتها أنت غدوة إن شاء الله تلقى أنت غدوة عندك 20 ولا 25 ألف مشترك، خاطر كل واحد باش تكون في بلاستو، كل واحد باللابونمون بتاعه، معناتها باش تكون حتى من الناحية الأمنية حاجة محمية بالقدا، باش تكون مداخيل قارة للجمعية، باش تكون مداخيل قارة، معناتها الترجي بهالعملية هذه باش يحقق نقلة نوعية، وهذا هو المطلوب، وهذا هو اللي كنا نطالبوا فيه معناتها الإدارة متاع الترجي، أنه تحط حاجة للترجي الرياضي التونسي اللي تبقى حتى بعد ما يمشي حمدي المدب ولا يمشي، تبقى حاجة، وهذه باش تقعد تحسب لحمدي المدب بطبيعة الحال، ما فيش كلام، هذه معناتها حاجة كبيرة، معناتها حاجة واضحة. محمود الأبرودي شكرا على كل التوضيحات هذه، شكرا على الكلام الكبير الكل اللي قلته، وأكيد تتحمل أنت تشكر فيه وبعد كل تحمل مسؤولية كلامك. لا لا شكرا على حضورك، شكرا على إثراءك للحصة، زاد تتحمل مسؤولية كلامك اللي قلته، هذا هو المطلوب. محمود مش نلعبوا معك لعبه في الاخر، مش مشيو للشويه هكا، فردوا عليك شويه بعدك الجوج ما ولا الشيء